تعالوا نروح لدكتورة كفر الدوار، هذه الطبيبة التي أقامت الدنيا ولم تقعدها بسبب تصريحاتها، والفيديو بتاعها شافوا ملايين الملايين، وفي ناس كتير وفي ناس كتير قوي 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 انتقدت ما قالته، وفي ناس انا شفت بعض التعليقات بتقول طب وهي عملت ايه يعني. دكتورة كفر الدوار دكتورة اسمها وسام، اشتغل دكتورة نساء وتوليد، طلعت في فيديو اتكلمت عن تفاصيل بعض الحالات اللي هي تعرضت اليها اثناء ممارستها لعملتها دون ان تذكر اسماء او ان تشير الى حالات بعينها. كويس، حطوا بس سطر وحطوا خط تحت الجملة اللي انا بقولها دي، دون ان تذكر اسماء او تشير الى حالات بعينها. هي كانت بتتكلم عن بعض الحالات اللي هي تعرضت اليها اثناء ممارستها لعملها، وشافت ان فيها بعض الامور التي تستدعي انها تعمل نوع من التوعية والتثقيف والتحذير للرأي العام، فقالت كان بيجي لي حالات فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فخلوا بالكم ما تعملوش كذا وما تعملوش كذا، وموضوع الحرام والزنا وكذا بقى منتشر فلازم ناخد بالنا مش عارف ايه وكذا وكذا. ده كان المضمون يعني، رغم ان انا متحفظ على بعض الالفاظ اللي هي قالتها لانها شوية كانت عليها انها تراعي قسوة هذه الالفاظ، كانت تبقى اخف والطف شوية، ده رأيي المتواضع. ثم بعدها نقابة الأطباء أعلنت أنها تلقت مجموعة كبيرة من الشكاوى ضد هذه السيدة الطبيبة، فبالتالي حولتها للتحقيق أو لسماع سؤالها فيما هو موجه إليها من شكاوى واتهامات، وكمان النيابة الإدارية بدأت تحقيقا مع الطبيبة. دكتور خالد أمين، أمين عام مساعد نقابة الأطباء، مساء الخيرات يا دكتور. مساء الخير استاذ، اهلا بيك. ازاي حضرتك؟ ان شاء الله اكون بخير الحمد لله. اهلا بحضرتك، اهلا بيك. هو حضراتكم ليه بتحققوا مع الدكتوره؟ الحقيقه احنا بنحقق بناء على الشكاوي اللي وردت الينا، احنا بنحقق في الشكاوي اللي موجوده وما يتصل بيها بقى من افراد او من احداث. يعني دي نقطه مهمه، حضراتكم لحد اللحظه دي بتحققوا في الشكاوي مش بتحققوا مع الطبيبه. يعني الشكوى دي لو متضمنه طبيب هحتاج ان انا استدعيه عشان خاطر اسمع اقواله. أيوة. لابد ان انا اسمع اقواله. لو متضمنه منشاه فهبعت للمدير المنشاه او المدير الفني او الممثل القانوني ليها عشان خاطر اتكلم معاه. طبعا. لو متضمنه شهود هنسمع للشهود. فهي وردت الينا شكاوي بخصوص الواقعه دي، فاحنا حولنا الشكاوي دي للجنه التحقيق. لجنه التحقيق هي لجنه داخليه داخل النقابه يكون فيها مستشار من النيابه الاداريه واثنين من اعضاء مجلس النقابه، وهم اللي بيحققوا مع في الشكاوي دي في سريه تامه، وبعد ما تنتهي اجراءات التحقيق بتعرضها على مجلس النقابه بعد ذلك. مفهوم. يعني مجلس النقابه مش لا يعني لا يدين ولا يحدد طريقه عقابيه معينه للطبيب، ولكن بيحيل القضايا للجنه التحقيق اللي لها اجراءات ولها لائحه ولها ضوابط معينه بتنظر فيها تمام. واحنا طبعا محترمين لجنه التحقيق وكل القامات القضائيه والقانونيه اللي فيها، فبالتالي لهم مطلق الحريه، بس هنا احنا بنستفسر اسئله متعلقه باهتمامات الراي العام بقولها لسيادتك. هو السؤال لانه معلوماتي ان التهمه الموجهه اليها او الهجوم اللي تعرضت اليه بسبب ما سمي بافشاء اسرار المهنة او افشاء اسرار المرضى الذين عالجتهم. هو السؤال هنا فكرة افشاء السر متعلق بايه؟ مش متعلق بان انا اقول الحالة او اشير الى صاحب الحالة او صورة الحالة او اسم الحالة، اما ان انا ناقش مضمون ما حدث في الرأي العام من اجل التحذير والتوعية، هل ده برضو يدخل في اطار افشاء السر؟ هو سر المريض الحقيقه مش بس يعني بيكون ان انا افشي اسم المريض او التفاصيل الشخصيه بتاعته. ايوه. سر المريض قد يتضمن دلائل واشارات قد تشير الى المريض او تساعد في التعرف على شخصيته دون ان يصل. صح، بس هو ده حصل؟ ما هذا بقى اللي لجنه التحقيق هتقول عليه، لكن لان انا بسمع دكاتره كتير بيطلعوا في التلفزيون ووسائل الاعلام
يقول لك انا جات لي حاله كان عندها كذا وعملت لها كذا، وكان عندي مريض مش عارف كان بيعاني من كذا عملت له كذا، وما حصلش نفس هذه الهجمه عليهم. اما يعني احنا عندنا في على فكره في بعض الحالات اللي حضرتك بتتكلم عنها دي ربما يكون فيها مخالفات فعلا، لكن احنا ما بتوصلش لينا، يمكن ما الناس ما بتشوفهاش. تمام. يعني ما اقدرش احكم عليها اذا كانت صحيحه ولا لا، لكن مفهوم. في بعض الحالات اللي بيتم الاستشهاد فيها حتى في الحلقات العلميه وفي الجلسات الطبيه لابد طبعا انك تتكلم على حالات انت شفتها عشان خاطر تقول ان في ظاهره معينه او طبيب. في حاله نادره مثلا حصلت كذا او كذا، عشان خاطر الناس تتعلم والناس تشوف الحكايه دي وتبدا ان هي تراقب الوضع ده مثلا في عياداتها او في المستشفيات او غيره. لكن ده بقى اللي هيفصل فيه اللجنه، هل كان في اشارات تقدر تساعد في التعرف على شخصيه هذا المريض وتفضح سره ولا لا. طيب. بس مش بس ده الاتهام، الاتهامات الحقيقه اتهامات اخرى، اتهامات مثلا زي يعني الامتناع عن تقديم خدمه طبيه لمريضه بحجه ان هي مش عارف مش مربيه البنت، او ان لا دي قصه ثانيه، دي قصه مالناش، ده شان طبي، ده شان طبي كامل اللجنه طبعا هي ادرى بيه. اللي موجوده في الشكاوي واللي من خلالها بقى شفنا ان في وجهه نظر قد تكون مقبوله في احاله الموضوع ده للجنه التحقيق للبت وعرض. طيب انا سمعت تصريح صادر من نقابه الاطباء بيقول انه احنا اطباء مهنتنا ان احنا نعالج بس، احنا مش مصلحين او بتوع توعيه، هل ده حقيقي؟ لا، احنا الحقيقه مهم جدا من يعني من ادوار الطبيب هو التوعيه طبعا، واستخدام مهنته في ان هو ينقل الثقافه، بس مش الثقافه الشخصيه بقى، مظبوط، يعني التوعيه الطبيه والصحيه صح، مش الاراء الشخصيه ولا الاراء اللي تقدر. لا بس التوعيه بشكل عام وان هو اي حاجه تصلح يعني المجتمع، ده واحد من ادوارنا كلنا. الامور الدينيه والامور الاجتماعيه دي الحقيقه لها يعني اصحابها، احنا التوعيه الصحيه او التوعيه الطبيه اللي دي مناوط بيها للاطباء الحديث من خلالها. يعني نقول للناس اغسلوا ايديكم قبل ما تاكلوا، اهميه النظافه الشخصيه، في كل واحد بقى في تخصصه يقدر ان هو يقول. على المناسبه انا استشاري نسا وتوليد، فبطلع احيانا برضه اقول على نصائح عامه للسيدات او غيره. طيب. لكن يعني السيده المفروض ان هي في فوق سن ال 40 تعمل كذا، السيده اللي بتعمل كذا تعمل كذا، حاجات بالشكل ده. دي معلومات عامه ما هيش خالص لها علاقه بان انا اقول حمل اكتساح، او ان اقول يعني احكم على طفله او احكم على سيده جايه بتعاني من المشكله. هي مش بتحكم، انا طبعا مش بدافع عنها، بس انا بقول لك الردود اللي قالتها انه هي مش بتحكم، ده بناء على التحليل بتاع الدي ان وما الى ذلك، وثبت هذا الكلام. يعني احنا بنقول للاطباء دايما وبنقول لزملائنا انت عليك ما عليك غير الممارسه الطبيه وغير ذلك، يعني مسائل اثبات النسب واثبات القيد واثبات الزواج دي مش مسؤوليتك، مسائل قانونيه واداريه ليست مسؤوليه طبيه خالص. يعني مفهوم. احنا بنقول للناس حتى كمان لما تيجي تكتب اختيار الولاده في المستشفيات نقول له انت بتشهد ان الست دي ولدت البيبي ده، الاب ما تكتبوش، الاب ده بقى هو يروح يقدم في انا متفق مع حضرتك في هذا الكلام. ويمكن المتفق عليه كمان يا دكتور، المتفق عليه كمان هو الاسلوب وبعض الالفاظ اللي هي استخدمتها في الفيديو اللي شويه اثارت الناس. الحاجه المهمه كمان انا عايز اقولها من خلال حضرتك واقولها لكل زملائي وكل المستشفيات، اتفضل. كشوفات العذريه ليست ممارسه طبيه المفروض ان احنا بنعملها، كشوفات العذريه دي ده اجراء غير طبي ولا يسمح به المفروض في المستشفيات ولا في العيادات الخاصه، وادعو كل الاطباء حتى لو كان في تحت تأثير مجتمعي او تحت تأثير يعني ايا كان شكل التأثير ده ما نعملوش خالص في المستشفيات ولا في العيادات، لان هو برضه ورد. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وان شاء الله هنتابع مع حضراتكم نتائج سماع اقوال الطبيبه فيما نسب اليها من اتهامات وشكاوى من خلال الفيديو اللي اذاعته على مواقع التواصل.